لو هنتكلم عن أجمل طفل في الدنيا يعني يعتبر اللي هو الطفل الحساس، نعرف الأول الأمهات اللي عندهم أطفال حساسة قالوا إيه عن ولادهم وإيه المشاكل اللي بيعانوا منها في طريقة التعامل مع الطفل الحساس. يلا بينا. أول أم بعتت لي قالت للطفل الحساس كل حاجة عياط عياط، حتى لو حد اتكلم معاه بصوت عالي شوية أو حد قال لها لا غلط عنيدة وحساسة قوي، وده اللي تعبني. رسالة تاني كمان جات لي من أم بتقول الأماكن الزحمة بيرفض روحها معاه، ساعات بيبقى مضطرة وبما انه بيخاف فما يرضاش يقعد في البيت مع اخوه فبتبقى مشكلة، واقول له اوكي مفيش مشكلة انت مش مجبر تيجي معايا اقعد براحتك، يقول لي لا انا هروح المشوار، فبيروح المشوار متغصب وغضبان ويعترض على كل حاجة ويضايق في اخوه، وانا ببلد بعيد عن اهلي فمش عندي بدايل كتير. ده غير ازمة الطفل الحساس مع بابا مش متفهم ده وبينتقده كتير والعلاقة بينهم متوترة. كمان في أم تانية قالت لي الطفل حساس بيتأثر بالتشجيع، عايز تشجيع طول الوقت، لو حد قال له لا غلط أو بص له بصة جامدة يزعل جامد ويبكي، ويزيد الموضوع لو في طفل جديد اتولد بيزيد في الحساسية. أنا شخصيا بعاني من كل المواضيع دي، يعني الحساسية زيادة قوي لدرجة إنه مش بتحمل كلمة تبدأ تعيط بالرغم منها 12 سنة بس تاخد جنب لوحدها وتعيط لغاية ما تنسى. الأصعب إن كده فعلا أنا حساسة بنفس الشكل، عشان كده مش بعرف احل المشكله ولا حتى اساعدها في حل المشكله. اشكرك جدا بجد ان انت قلتي على النقطه دي لانها نقطه محوريه جدا، ان الام كمان لما تبقى حساسه اوقات تبقى عشان هي مش عارفه تتعامل مع نفسها فمش عارفه تتعامل مع اولادها. في مشكله تاني او رساله تاني جات لي من ام بيعيط، توصف برضو الطفل حساس، بتقول بيعيط وحرفيا بتجرح ويرجع يقول كلام يقطع قلبي، بقيت اقول له بس هزعق قبل ما اتعصب. طيب ايه موضوع الطفل الحساس ده؟ انا بما ان انا ام لطفل حساس فانا عندي تجربه كمان مع الطفل الحساس. تعالوا نقول الاول ايه مواصفات اللي لو انا شفتها في ابني اقول ان ده طفل حساس، عشان مش اي واحد نقول عليه حساس، هو بيجتمع فيه كده كذا نقطه مع بعض. فايه المواصفات اللي انا شفتها في ابني اقول ان ده طفل حساس وحتى الكبار؟ خلي بالكم ان في احصائيات بتقول 1 من 5 إلى 10% بيتولدوا بجهاز عصبي شديد الحساسيه والوعي، يعني بيتأثر بكل حاجة وده جزء منه وراثي. خلي بالكم ايه العلامات لو انا شفتها في ابني اقول ان هو ده طفل حساس، ابني او بنتي طبعا. اول حاجة بيكون حساس جدا للروائح والاضاءة والاصوات، الحاجات اللي فيها زحمة واضاءة جامدة بينزعج منها جدا. بيفرق معاه جدا درجة الدفء بتاعة الحاجة المشروب اللي بيشربه مثلا، بيفرق معاه قوي. ممكن يشتكي من خشونة اللبس، يعني يقولك لا اللبس ده بيضايقني، اللبس ده بيشكني، او حتى الخياط، عارفين الخياطات اللي بتبقى في اللبس يعني من تحت كده، هي برضو ممكن يتضايق منها. هتقولي ايه هو دي حاجه تضايقه بالنسبه له، هو تضايق حتى الخياطات الموجوده في الشرابات برضو بيتضايق منها. بيترجم الاحداث اللي بيمر بيها بالمشاعر اكتر ما بيفكر، بمعنى اصح يعني مشاعره بتغلبه جامد جدا اكتر ما بيفكر بالتفكير والحقائق والحاجات دي كلها. مشاعره عميقه عميقه، حطه تحت عميقه دي 50,000 خط. مش بيستمتع كتير بالمفاجآت، غالبا بيشوف اي سلوك من الناس على انه موجه ليه، يعني اي حد يعمل حاجه يبقى قصدني بقى، يبقى هو بيفكر فيا انا هو. ممكن ما يبقاش كده بس هو بيفسر كل الحاجات على ان هي موجهه ليه هو شخصيا، عشان كده بيتالم كتير ومعظم الوقت متالم. بيستخدم كلمات كبيره عن سنه، مش بيستوعب التغييرات الجديده بسرعه، يعني لما يحصل تغيير في حياته لا بياخد وقت عبال ما يستوعبه، فعشان كده الطفل ده ما ينفعش ان هو يدخل في تغيير كبير فجاه، لازم يتمهد له. صعب يتنقل من نشاط للتاني، يعني مش يبقى قاعد بيعمل نشاط وفجاه تعالى نعمل التاني كده، لا بياخد وقت بيفصل بين النشاطين. كمالي، وده بيخليه عصبي، مفيش حاجة يعني بتتعمل على حسب ما هو عايز، وعايز كل حاجة تمام، فده بيبقى بيخليه عصبي. غضبه بيكون داخلي، ممكن ما يطلعش الغضب على الناس اللي بره لأنه بيخاف على مشاعر الناس جدا، فبيكتم غضبه لجوه وده بيخليه يبكي في هدوء أو يبكي بعيد عن الناس. حنين جدا جدا جدا، بيلاحظ ضيق الآخرين، عشان كده كنت بقول لكم ده طفل جميل لأنه بيحس بمشاعر الآخرين جدا، يلقط أنت شكلك تعبان متضايق حزين فبيحس ويتألم معاهم. بيبقى صعب عليه ينام بعد يوم مليان حماس لان بيبقى عنده كم مشاعر كبيره، يعني هو مر بيوم مليان حماس وهزار وضحك وفرح، لما يجي ينام لا بيبقى مش سهل عليه عشان كم المشاعر اللي بتبقى كبيره، فهو مش بيعرف يتعامل معاها كلها. بيفضل اللعب في هدوء، يعني يحب اللعب الهادي، ملوش بقى في الالعاب اللي فيها عنف وضرب، لا
هادي كده في نفسه، بيطرح أسئلة عميقة، يعني مش أي سؤال كده، لا ده دماغ عالية، في أسئلة كده بيقولها، أسئلة بتبقى عميقة ومحتاجة تفكير. بيلاحظ أدق التفاصيل، يعني التفاصيل اللي تعدي علينا احنا العادية هي ما تعديش عليها، بيقف عند كل التفاصيل، يعني مش ياخد باله من الحاجات اللي بتتغير، بياخد باله من شكل الشخص لما بيتغير، من ملامحه، كل حاجة دقيق جدا. بيدرس الأول مقدار الأمان في أي حد، يعني شوف هو هيحس بالأمان ازاي مع الشخص ده، او يحس بالامان في المكان ده ازاي، وبعد كده يبتدي يتفاعل، يعني ما يدخلش كده بقلبه، لا لا ده بيهدى كده، اشوف انا هطمن لحد فين وبعد كده ابتدي اتعامل. مليان مواهب، وخصوصا الحاجات اللي فيها فن، الحاجات اللي فيها موسيقى، الحاجات اللي فيها رسم. صعب جدا يأذي انسان تاني، لانه هو انسان حساس قوي، بيخاف على مشاعر الاخرين، فصعب صعب صعب يأذي بني ادم تاني. يتعلم يصحح اخطائه عن طريق الكلام اللطيف، العقاب بيجيب معاه عكس تماما، يعني لو انت عندك طفل حساس وبتعاقبه هتلاحظ ان هو بيقلب معاه بالعكس، بيأدي بشكل احسن لما يكون مع ناس بتطمن لها مش مع ناس الغريبه، مع الناس الغريبه ممكن يقلق. صعب جدا يبدا في علاقه، يعني هو اللي يبادر في علاقه، يعني محتاج وقت يدرس الاشخاص، يعني لما يدخل في اي مكان او يروح مكان جديد زي مدرسه زي حضانه، حتى لما يوصل للجامعه بيبقى صعب جدا ان هو يدخل في علاقه كده بسرعه، لا بياخد وقت عبال ما يحس بالامان ويشوف هيرتاح لمين. الاهل ممكن يحسوا بالقلق علشان التحديات دي كبيره، بيخافوا على اولادهم خصوصا لو صبيان. طب انا ابني حساس هيعيط في كل حته، طب ده انا ابني حساس مش هيعرف يواجه الحياه، بيبقى عندهم مخاوف كتيره، هقعد كل الناس تقول انت عيوطه انت مش عارف ايه. الاهل انا متفهمه جدا وعندكم حق في مخاوفكم، خصوصا ان المجتمع مش بيعرف يتعامل مع الشخصيات دي وبيحسسها بالضعف وبيقولها ان انت ضعيفه، مع ان هو مليان نقاط قوه مش في اي حد. تخيلوا انسان بيفكر في الناس التانيه صعب يأذي حد، دي نقاط قوه احنا نفسنا مفتقدينها في الحياه، يعني احنا مفتقدين الناس اللي بتفكر في مشاعر الناس التانيه، دي طبعا نقاط قوه رهيبه. طب لو انت عندك طفل حساس وعايزه تطمني عليه وعايزه تتعاملي معاه صح، هتعملي ايه؟ عندي طفل اسمه نور، هو عنده حاليا 4 سنين. اكتشفت ان هو طفل حساس لما كان عمره 2.5 سنين، تعرضنا لموقف ان والدي توفى، كان رد فعله مبالغ فيه غير اخوه غير باقي الاطفال اللي في العيلة، كان يدخل الاوضة يقعد يعيط، يمسك المرتبة اللي هو كان نايم عليها ويعيط جامد. حاولت اكون بسأل افهم هو ليه بيعمل التصرفات دي، اكتشفت حاجات كتيرة جدا من خلال اعراض كتيرة، منها ان هو مثلا ما يحبش يلبس لللبس خشن، لازم كل حاجة تبقى أقطان، الصوت العالي ما بيستحملوش، الزحمة مش بيستحملها. كنا مرة مسافرين وراح محطة القطر، وأول ما دخل بكى هستيري، ما اطمنش غير لما باباي شاله. ما كنتش فاهمة ليه بيعمل كل الحاجات دي، يعني سألت دكتور نفسي قال لي إن ده طفل حساس، وسألني على شوية حاجات هي دي اللي نورت قدامي. الألم الجسدي كنت في الأول فاكراه بيتدلع، لكن فعلا جسمه بيبقى حساس أكتر، مش بيحب المفاجآت، مش بيحب لو حد زعله يكون هو بيهاجم، لا ممكن لو هما بيلعبوا هو يخرج من غير ما يدي اي رياكشن. حنين، طيب، ذكي جدا، عاطفي جدا، عنده ذكاء اجتماعي رهيب. كلمة الأذى فيه بتوجع جدا وبيبقى فاكرها وبتبقى مقصرة فيه، وخصوصا هو عنده لدغة، لما حد يتريق عليه في كلمة مستحيل يروح له تاني او يتكلم معاه، بيتوجع منها قوي، ولو حد قال له مثلا قول الكلمة دي وفيها الحرف اللي هو عارف ان هو بيقع فيه مستحيل يكررها ويمشي وينسحب. لما ندخل في مجموعة جديدة يقعد فترة كده لحد ما يتعود على الجو وبعدين يبدأ يتفاعل معاهم. مش هقول ان ده طفل حساس يعني مرض او حاجة، لا انا ممكن اكون بعمل تصرفات او حاجات تخليه هو يرجع زي الاول، وانا بعد 1.5 سنة اتبدل خالص، بقيت افهم هو عايش ازاي وبيحب ايه وبيعمل ايه، بقى بيني وبينه تواصل. يعني الطفل الحساس ده طفل حنين جدا، طفل جذاب جدا، عنده مهارات اجتماعية غير عادية، ذكي جدا، بيعرف يتواصل بطريقة غير عادية، فما نحسش ان هو أزمة معانا في البيت، لكن بالعكس ندور ونكتشف هو بيحب ايه ونعمله، وفي الاخر هنلاقي طفل متميز وجميل جدا. انا كمان عندي ابني حساس وبعمل معاه الحاجات اللي انا هقول لكم عليها النهارده دي، وبتنفع معاه جدا، بس احنا عايزين نطول بالنا بس شويه وما نستعجلش النتائج، ونعرف احنا بنبني في بني ادم، الموضوع ممكن يطول معانا شويه، مش لازم اشوف النتيجه، مش كل حاجه لازم ادور على النتيجه دلوقتي. انت بتبني في ابنك وسيب النتيجه دي تحصل في الوقت المناسب، بس ابني فيه بس صح. اول حاجه القبول، القبول، القبول. لما انا بقبل ابني بشخصيته دي هو بيقبل نفسه، ولما هو بيقبل نفسه بنعرف نتعامل. لو رفض نفسه نتيجه رفضه ليكي او نتيجه رفض بابا لي
الشيخ بيفسر الحساسيه بتاعت ابنه على انه خارع او ضعيف. انا ابني يبقى كده فعايز ينقله نقلات ايه قويه كده، انا عايز رجوله، انا مش عايز عيل خارع. فبيخلي ابنه يتنقل له عدم قبول ويتنقل له احساس وحش، بيخليه يكره نفسه ويحارب نفسه، وفي الاخر مش بيوصل لحاجه برضه. خلي بالكم يعني حربه لنفسه دي وكرهه ليها مش بيوصله ان هو يتعامل معها صح، بالعكس ده بيرجعه لورا. خلي بالك لان الطفل حساس بيحس بخوفك، يعني لو انت خايفه او لو انت خايف عليه هو بيحس بخوفك، ده بيحس بخوفك. ماما شايفاني ضعيف، بابا شايفني ضعيف، بابا مش عارف ان انا اقدر على الحياه، فبيتاثر بنظرتك ليه، بيخلق جواه صراع، خصوصا لما يشوف الخوف في عينك هو هيبقى زعلان على زعلك برده، خايف على خوفك، متوتر من الخوف اللي شايفه في ملامحك عليه. يعني الخوف ده بيبان لما انا ابني يعيط اقول ليه يا حبيبي بتعيط، ليه طيب كده، الموضوع ما يستاهلش، ده بيبين ان انت رافضه او خايفه فهو بيتوتر. مهم كمان ما توصفهوش باللي هو الخجول، الضعيف، الحساس، ابو دمعه، العيوطه، بتخلوا يعني الشخص يكره الصفات الحلوه اللي فيه وبتوصم. محتاجين نركز على نقاط القوه، مش كل التركيز يبقى ازاي اصلح الحاجات اللي هي فيه، لا طب تركز على نقاط القوه، طب ما تقول له ان انت فيك كذا، ان انت ما تاذيش بني ادم ده معناه ان انت شخص رائع، ان انت تفكر في مشاعر الاخرين دي صفه مش في اي حد، ما نشاور له على النقاط دي، ليه احنا بننقل له كله خوف وقلق، ما اقول له ان انت فيك كذا كذا حلو، ده بيفرق معاه جدا على فكره، بيخليه يحب نفسه. مهم كمان ان هم الاهل يحطوا حدود، بس حدود يحطوها ازاي؟ من غير عنف ولا قسوه، يعني انا بفهمه ان احنا مثلا هنعمل كذا كذا كذا، مش هنتعدى الحته دي، بس من غير ما اقول له كلمه، لانه كلمه قاسيه بالنسبه لطفل حساس ده معناه ان هو مش هيبقى بيسمعك، هيتوجع بس. مهم تحكي له قصص عن اطفال وكبار حساسين ونجحوا في الحياه وابدعوا في الحياه، عشان يبقى عنده احساس بالامل ان هو يقدر يعمل حاجات كتيره. مهم كمان الاب والام يسمعوا مشاعره كل يوم، يعني تعمل له زي تفريغ للمشاعر، نقعد كده انت حاسس بايه في الموقف ده، اتضايقت ولا لا. خلي بالكوا تفريغ للمشاعر غير استجوابه، هو لما بيخزن المشاعر ده بيخليه يتفجر بعد شويه، لا خليه يقول مشاعره كل يوم معاكي بامان ومعاك بامان، فده يهدم منه شويه. مهم ان انا اعلمه مهاره التعامل مع المشاعر، لما محبط يعمل ايه، لما يبقى غضبان يعمل ايه، ان زي يكتب مشاعره، ممكن يرسم، يعمل بالصلصال، في الوان كده ممكن يلون رسومات اللي هي بتبقى دقيقه جدا كده، فبتخلي الانسان يحس بالراحه شويه. علميه ازاي يتعامل مع مشاعره. في نقطه كمان، علميه ازاي يفسر الامور بشكل مختلف، عن يعني هو بياخد كل الامور على نفسه، ده قصدي ضايقني، ده قصد مش عارف، لا علميه ان مش كل الامور هي رايحه لنفسه، الاحداث ممكن تكون بتحصل نتيجه الاخطاء الاخرين، لكن ده مش معناه ان هي موجهه ليا. عمقي جدا جدا علاقتك بيه، يعني احكي له عن نفسك، احكي له عن تجارب انت مريتي بيها، خليه يتعلم من التجربه، مش بيتعلم من الوعظ، يتعلم من التجارب، خصوصا لو انت شخص حساس ونجحت في حاجات معينه، علميه ازاي هو ينجح فيها عن طريق انك تحكي له عن نفسك، او تحكي له خصوصا لو الاب مع الولد، ادي له كل يوم وقت لوحده لانه احيانا بيحب يقعد لوحده، ادي له المساحه ان هو يقعد لوحده يهدى، لان في ناس قوتها في ان هي تقعد وحدها، ادي له وقت اطول في الحاجات اللي مطلوبه منه، يعني لو هو محتاج يعمل حاجه معينه ما تستعجلوش، ادي له وقت اطول سنه، اعمل له تايم، يعني ما تقلقيش من الحته دي، بس اعمل له تايم اعلى سنه من الباقيين، لان هو يحتاج وقت عميق بقى بيفكر بعمق. ممنوع ممنوع مقارنته باي طفل تاني، لان هو مش هيبقى اي طفل تاني، هو مميز جدا جدا، واحنا مش عايزينه زي اي طفل تاني، احنا عايزين النوع ده، النوع ده ربنا خلقه يحل بيه الحياه، نحل بيه الدنيا دي. ممنوع وصفه بالعيوطه ابو لمس، ده مش هيخليه يبقى كويس، ده هيخليه يبقى شخص كاره نفسه. ساعديه يستعد للمواقف الجديده، يعني ما تفاجئوهوش بالمواقف الجديده، حاولي تديله فكره احنا هنعمل ايه، هروح المكان الفلاني وهنسلم على الشخص الفلاني، جهزي، لانه احنا قلنا مش بيحب المفاجآت. خليكي عارفه انه سهل جدا يحس بالاذى، عشان كده بلاش توجعيه، وعلميه لما يتوجع ازاي يعبر ويشفى من وجعه، من هو يعبر ويغفر كمان بس بالراحه عليه، وعلميه ازاي يعمل حدود مع الناس يقول لا، عشان ما يحسش بالاذى كتير. علميه يقول لا، لازم الطفل ده يتعلم يقول لا، مش لاي حد كده حاضر وطيب، لا انا مش نافع معايا ده، لا من فضلك ما تعملش معايا كذا، واعملي معاه تمثيليات يقدر من خلالها يتعلم ازاي يقول لا، عشان هو بيتكسف في الاول، فاعملي معاه تمثيليات يقدر من خلالها يقول لا انا مش هعمل كذا، عشان بس ما يبقاش عرضه للجروح الكتيره. ركزي على نقاط القوه بتاعته، شجعيه عليها جدا، لو عنده موهبه الرسم، الموسيقى، شجعي المواهب دي، خليه يشوف نفسه بشكل ايجابي. اعملي معاه روتين، روتين بشكل يومي، ده بيخليه يحس بالامان اكتر، فمثلا هنعمل كذا النهارده، بعد ساعتين هنعمل كذا، الروتين ده عموما بيحس الطفل بالامان، وخصوصا الاطفال الحساسه. الاطفال الحساسه احنا نقدر نتعامل معاها لما نحب شخصيتها، لما نقبلها، لما يبقى عندنا خطه، يبقى عندنا اهداف عايزين نوصلها للابن. الاهم حاجه القبول، القبول هو اللي هيسمح لي ويفتح لي الباب ازاي اتعامل مع ابني الحساس. واخر حاجه عايزه اقولها لك، لو عندك طفل حساس فانت ام او اب محظوظين، لان كنتوا عندكم انسان من ارقى انواع البني ادمين في الحياه، البني ادمين اللي احنا نفتخر ان هم موجودين في الحياه، ربنا بيحل بيهم الدنيا.